في وعيد أطلقته إسرائيل على لسان وزير دفاعها وجيشها قبل أيام كانت لغة العودة إلى الاغتيالات، الأمر الذي عده خبراء بالانتقام من قادة الفصائل الفلسطينية في غزة وخارجها. يأتي انفجار الضاحية الجنوبية في بيروت والذي استهدف بحسب الوكالة اللبنانية مكتبا لفصائل فلسطينية وخلف 4 ضحايا وعشرات الإصابات، يأتي ضمن إعلان إسرائيل لملاحقة قيادات الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حماس، وباستهداف مسيرة أطلقت صاروخين على شقة في الضاحية الجنوبية تدخل المنطقة في مرحلة حرجة بحسب خبراء من تداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي بدأ فتيلها يشتعل بمواجهة صاروخية بين الجنوب اللبناني من قبل فصائل فلسطينية وعناصر حزب الله من جهة، والهجمات الحوثية بصواريخ نحو مناطق إسرائيلية في الجنوب من جهة أخرى، مع استمرار غضب فصائل مسلحة في العراق وسوريا باستهداف مصالح أمريكية باعتبار الأخيرة داعمة لإسرائيل في حربها على غزة. وليس بالمفاجأة يؤكد خبراء أن فوهة النار تتسع، لكنها بمشهد العنف والفعل ورد الفعل واستمرار لغة الانتقام. يؤكد المراقب العربي والدولي أنها لن تقف عند حدود الاغتيال، بل ستؤدي لاشتعال المواجهات بين إسرائيل ولبنان إذا لم تتوقف آلة النار الإسرائيلية والرضوخ إلى نداءات المجتمع الدولي.